عندنا انواع النبل، تفاحي او زيتوني او ملاسي او فصامي او عرموطي، هو انواع النبل. بس هذا النبل مالنا العراقي جاي ياثر علينا، النبل المستورد ياثر علينا بشكل، واحنا عندنا نبل يعني ما يجيبون نبل. هذا الموسم من شهر الثامن الى شهر الثاني هو موسم نبل عندنا هنا بالبصره. 15/3 طبعا ينتهي الموسم هو، بس احنا هاي بدايتها يعني تتعالج السدره وتتكافح من بعض الامراض، وطعم النبقه يختلف طبعا بالبصره من باقي هسه عندنا نبق يجي مستورد، نبق كويتي، نبق ايراني، بس ما بيطعم مثل طعم النبق البصره. وهالسنه ما شاء الله اشوفها صلوات يعني كميه كلش هواي. وانا هسه جايه اريد اشتري، عندي اولادي بامريكا موصيني يردون النبق، فجاي اشتري وراح اروح زياره واودي وياي.